السلام عليكم. هنتكلم على استخدام انستاكارت علشان نطلب الاكل، مين للاكل طبعا اونلاين. طبعا الناس اللي ما استخدمتش انستاكارت قبل كده يا ريت يفضلوا معانا، الناس اللي استخدمته مرات قليله كمان يفضلوا معانا، حتى الناس اللي عندهم خبره كبيره في الانستاكارت والاونلاين جروسري شوبينج يا ريت يشوفوا الفيديو و يكتبوا لنا اي نصايح ليهم والفيدباك. طيب انا هقول لكم الاخطاء اللي انا عملتها. انا استخدمته مرتين وعملت اخطاء ما هقولها لكم علشان ما تعملوهاش. اول حاجه ان احنا نطلب بدري. للاسف انا اصلا فكره ان انا حتى بطلب جراسلي فكره بتضايقني، لانه يا اما هضطر ان انا يعني انظف الباكج، اما هشيلها واحطها في علب واكياس، فالموضوع فعلا بقى مرهق. ففضلت مأجلة. انت لو محتاجة الحاجة مثلا يوم الجمعة اطلبيها يوم الثلاث. وطبعا لما تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ممكن الفيديو يتشاف اكتر، ناس كتير هتستفيد ويبقى الطلب على الانستاكارت اكتر. فاول حاجة احب اقولها لك اني اطلبي بدري، هتخشي وتشوفي الافيلابيليتي امتى وتختاري. دي اول نصيحة. تاني نصيحة، لو سمحتي لما تختاري الوقت بتاعك بتاع الحاجة تجيلك اختاري وقت تكوني فاضية فيه. يعني مثلا انت لقيتي اول وقت فاضي يوم الجمعة من الساعة 2-4، لو سمحتي خلي النوتيفيكيشن اون بتاع التليفون، هيجيلك رسالة يقولك والله الشوبر، الست اللي بتعمل لنا شوبر معظمهم بيكونوا ستات، بدأت. ليه بقى انا بقولك كده؟ هتلاحظي دي الحاجة بتاعتي، هتلاحظي ان في اول ايتم اسمه ريبليسمنت. بصي حبيبتي، لما انت بتختاري الحاجة بتاعتك، مثلا اول حاجة انا كنت مختارة هول ويت بريد، بعديها في الابليكيشن بيقولك هل انت لو ما لقيناش الهول ويت بريد دون تحبي نعملك البيست ماتش اكتر حاجة على ذوقنا، ولا تحبي نحط لك بداله الهاني ويت. قلت لهم لا، حطوا لي الهاني ويت. فما تسيبيش كلمة بيست ماتش دي، اختاري الحاجة البديلة بمزاجك. ليه؟ لان هم ساعات بيبعتوا حاجات عجب. انا طلبت اول مرة عصير اناناس، جالي أناناسة فاكهة وأنا ما يعني مش عايزة أقطع الأناناسة. فساعات بيطلبوا يعني بيحطوا حاجات بديلة، فأحسن بكرامتنا نحط البيست ماتش. بس حتى البيست ماتش الشوبر بتقولك هل أنت موافقة عليه، فبتدوسي أبروف. تدوسي أبروف أوكي أنا موافقة عليه، ويبقى فيه بقى نيجوشيشن. فده مثلا الريبليسمنت. في حاجة تانية ريفاند، والله مثلا لا انا مش عاجبني الريبليسمنت، مش عاجبني اي حاجه، انا مثلا كنت عايزه الصينيه دي الكوكي دي الكوكيز شيت علشان لونها بينك عشان لايقه مع طقم المطبخ بتاعي. فهي قالت لي ايه رايك ني ريبليسمنت نعملها ريبليسمنت بالجراي. انا ما كنتش اصلا حاطه الجراي ريبليسمنت، هي اللي تطوعت. فقلت لها لا انا عايزه ريفاند، فبتدوسي على الزرار اللي قايل ريفاند والباقي فاوند. هو بيقعد يقولك انت مثلا لو عندك 25 ايتم او 10 ايتم بيقولك هي خلصت 10 ايتم وهي خلصت 7 ايتم وهكذا. فلو سمحتي النصيحة التانية انك تبقي فاضية وتتجاوبي مع الشغل، لانه هيجي على دماغك لو سبتيها تحطلك الريبليسمنت. اللي بعد كده ان انت موضوع البقشيش، يعني بصراحة انا برضو من ضمن الاخطاء ان انا مدتش البقشيش كتير. هم ما عرفش ليه الابليكيشن قايل البقشيش 3.5، انا زودت عليه مبلغ بس انا برضو مش شايفاه كبير. انا بقى خلاص يعني انا كده مقتنعة انه التيب تكون 15-20% زيها زي المطاعم، عشان احنا في وقت صعب جدا على الكل. طبعا كلنا ماديا حتى مش عارفين ندفع الايجار وما فيش شغل، بس هي الستة عرضت حياتها يعني للمرض، مش هقول خطر بعد شرع على الناس كلها، ونزلت علشان احنا نبقى في امان في البيت. فهم فعلا يستاهلوا تيبس كويسة، وفي نفس الوقت
احنا بنشجعهم لان هما لقوا التبس يعني قليله قوي، ما مش هيكملوا في الشغلانه دي. حاجه تانية بصراحه بقى، انه لما ندي تبس كويسه الناس هتهتم، لانه المره التانية اللي انا اضطربت فيها الست سابتها على تحت في اللوبي. طب ما هو انا كده كده لو انا هنزل اللوبي وهركب الاسانسير، طب ما كان مثلا واحده يعني قابلتك بقى، لو هي عايزه تقابل ناس، اللي بيطلب ده بيبقى مش عايز يقابل، مش عايز يعني عايز يعمل سوشيال ديستانس، فانت خليتيها تحت في اللوبي. فانا يعني الاحسن ان احنا ندي تيبس كويسه. النصيحه اللي بعد كده، لو سمحتي اكتبي، هتلاقي في برضو مكان في الابلكيشن هتكتبي الانستراكشنز. معلش انا الابلكيشن سوري اوريدي طلبت الحاجه، ف ممكن هو مفهوم قوي يعني، انا ممكن المره الجايه وانا بطلب بس هيبقى بعدها بكتير يعني، مش بحب اطلب كتير، اعمل لكم فيديو تاني او ممكن اي حد يعمل، بس الفكره انه اقول لكم النصايح اكتر منكم، اكتر ما اني اعمل ديمونستريشن على الابلكيشن، لان هو فعلا سهل قوي، بس النصايح دي هي اللي مهمه. اكتبي التعليمات بالتفصيل، تفصيل الممل يعني، انا في الدور الثاني، انا في الدور الاول، انت هتدوسي على الانتركم عشان افتح، او هتلاقي مش عارفه ايه، انا حطالك حاجه قدام باب الشقه عشان تحطي عليها الحاجه. طبعا انا يعني بكتب لهم ثانك يو ومش عارفه ايه والحاجات دي، بس كمان تقولي الانستراكشنز بالتفصيل، انت عايزاها تسيب لك الحاجه ايه. طبعا ريكومنديشن عشان السوشيال ديستانس، انه لو يعني احسن حاجه في رايي انها تسيبها قدام باب البيت، لا هي تتاذي لو حد في البيت لا قدر الله يعني كارير، ولا احنا نتاذي، فهي تسيبها قدام باب البيت، مش لازم ان احنا نفتح لها وناخد منها. انا شخصيا بحط حاجه يعني مفرش او اي حاجه وبعدين برميه، عشان بس الاكياس ما تبقاش على الارض، وكده كده الاكياس بتترمي برده. زي ما قلت لكم، لو حد عنده تيبس تانية يقول لي، المرة الجاية وانا بعمل شوبينج هسجله لايف، بس هو الابليكيشن سهل قوي، انستاكارت. لو سمحتوا اعملوا سبسكريبشن ولايك وشير للفيديو.